السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كي جي تو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنتعلم النهاردة حروف المد. هنعرف مع بعض ونتعلم حروف المد. حروف المد ثلاثة: ألف وواو وياء. يبقى احنا عارفين ان حروف المد ثلاثة: ألف وواو وياء. يعني احنا عارفين حروف الهجاء اللي احنا متعلمينها: الالف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء واو ياء. الحروف عندنا كل حروف الهجاء دي بتتمد بالالف أو الواو أو الياء. يلا تعالوا نستمع للأغنية دي، يلا نسمع مع بعض. زي ما سمعنا دلوقتي حرف الألف قال إيه على نفسه؟ لازم اللي قبله يجي مفتوح، لازم الحرف اللي قبل المد يجي إيه؟ مفتوح. يبقى أنا دلوقتي اتعلمت إن الحروف المفتوحة يعني اللي فوقها فتحة بتتمد بالإيه؟ بالألف، عشان هي ما سمعتش الكلام، بنمدها بإيه؟ بالألف. وطبعا الباء هنا دي حركة قصيرة، با با هنا ايه؟ حركة قصيرة. لو انا قلت همدها بالالف بقت حركة طويلة اسمها ايه؟ با. ممتازين. ودلوقتي هنشوف تاني مد معانا، وهو المد بالواو. يلا نشوف الواو هتقول ايه مع عليها. زي ما سمعنا دلوقتي الواو قالت على نفسها ما قبل يأتي مضموم، يعني فوقه ضمة. يبقى أنا دلوقتي مين صحاب الواو المد بالواو؟ لازم يجي قبلهم إيه؟ ضمة. باء ضمة بو، باء ضمة إيه؟ بو، حركة قصيرة بو. طيب هاجي بقى مدها بالواو عشان هي ما سمعتش الكلام، بقت إيه؟ بو. يبقى باء وراها مد بالواو بو. برافو. ودلوقتي المد بالياء، يلا نشوف الياء هتقول ايه على نفسها، وهي مصاحبة مين؟ الحروف المفتوحة ولا المكسورة ولا المضمومة؟ يلا نشوف الياء. يبقى زي المد بالياء ما قال على نفسه بيجي بعد الحرف الايه؟ المكسور، بعد الحرف المكسور. يبقى هنا باء كسره بي، باء كسره بي، وراها مد بالياء بقت حركه طويله بي. يبقى احنا كده اتعلمنا حروف المد ثلاثه، مين هما؟ الالف والواو والياء. يبقى احنا عارفين ان الحروف بتتمد بايه؟ بالالف والواو والياء. وبكده يكون جه ميعاد نهاية درسنا النهاردة، والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.